في أواخر شهر رمضان المبارك وعلى مشارف شهر أيلول، حيث الفلسطينيون على موعد مع معركة دبلوماسية دولية حامية الوطيس، يخوض غمارها الفلسطينيون مسلحون بقوة الحق وتأييد دولي حاشد في مواجهة دولة الاحتلال والولايات المتحدة التي تقف في خندقها بشكل مطلق. هنا تتزاحم الندوات وورش العمل والمؤتمرات من مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية الهادفة إلى توعية الفلسطينيين ولا سيما الشباب منهم بتفاصيل هذا الجهد الفلسطيني. يعني هذا اللقاء تحديدا الحديث عن الذهاب إلى الأمم المتحدة، ما يسمى باستحقاق أيلول، كان طلب من مجموعات شبابية تشرف عليها وتدعمها مؤسسة فلسطينيات، ويعني كان تلبية لطلب الشباب، أرادوا أن يعرفوا ماذا يعني هذا الاستحقاق، ماذا يعني الذهاب للأمم المتحدة. الفلسطينيون من جانبهم أكدوا أن الخيارات أمامهم غير محدودة، وأن التوجه للأمم المتحدة ليس إلا خطوة سيتبعها الفلسطينيون سيلا من الخطوات الدبلوماسية المماثلة. الآن التوجه الفلسطيني هو بالأساس كما قلت طلب العضوية الكاملة، ولكن خياراتنا ليست محدودة ولن نقف على أعتاب مجلس الأمن. النتيجة المتوقعة، من المبكر الحدوث عن أي نتيجة متوقعة، هناك متغيرات كثيرة، ما زلنا في طور العمل وحث الدول لمساندتنا، ونحن جاهزون للحوار السياسي مع كافة الدول بما فيها تلك التي تعارض توجهنا إلى الأمم المتحدة. القيادة الفلسطينية من جانبها حاولت توضيح السقف المتوقع من هذه الجهود، حيث ترى أن تغيرا جذريا سريعا لن يكون على الأرض على صعيد ممارسات الاحتلال، داعية الفلسطينيين إلى عدم الإحباط أو الشعور بخيبة الأمل فور استخدام الولايات المتحدة للفيتو في مجلس الأمن. لكن أيضا يجب أن نكون واضحين مع أهلنا ومع شعبنا، الوضع في على الأرض لن يتغير كثيرا، لكن بالمنصة السياسية هذا نفس طويل، هذه عملية وليس لمرة واحدة، وبالتالي نحن نذهب إلى جميع مفاصل هذا الأمر في الأمم المتحدة وهيئاتها. يود الفلسطينيون لو تفتح عيونهم ذات صباح فإذا بالاحتلال وبراثينه زاهقون، ولكن بما أن الحقوق لا تأتي بالتمني فقد قرر الفلسطينيون هذه المرة انتزاعها من تحت قبة الأمم المتحدة. إسلام حلاقة، تلفزيون القدس، رام الله. القدس.